ما يتم تشجيع الصناعه المغربيه والبادره المغربيه. لا كيف ما كيقولوا يجب الاقرار والاعتراف لصاحب الفضل بفضله. يا سيدي كيشتغل عليه اسم صفا الراف وخلاص، هو كما كتعرفوا جميع هو مؤسس ديال مصر الحمايه. كنتمنوا هذه البادره ديال غرفه التجاره والصناعه والخدمات اللي جهه طنجه تطوان الحسيمه، اطار مشروعها ديال الغرفه المستدامه، وهذه النقطه اللي اجتمعنا عليها اليوم وهي اشكاليه تدبير في بالمنبع للنفايات المنتجه من طرف الادارات العموميه. فعلا هذا التدبير هذا غادي يعطينا واحد الفرصه لخلق مناصب شغل، وكذلك تثمين بعض المنتجات اللي هي تعتبر نفايات ولكن هي في حد ذاتها راه منتجات. وهنا اللي كنطلبوا بان الغرفه تاخذ هذا المشعل ليكون تاثير ايجابي على المؤسسات العموميه في اطار المثاليه اللي كتعطي المؤسسات العموميه لتدبير البيئه وكذلك الانخراط في الاستراتيجيه الوطنيه للبيئه والتنميه المستدامه. شكرا. المبادره اللي جات اليوم ديال حول تثمين وكذلك فرز النفايات من المنبع بالخصوص بالنسبه للمؤسسات الغرفه جهه طنجه تطوان الحسيمه، هي مبادره جاءت لتنفيذ المخطط الاستراتيجي محور من المحاور ديال المخطط الاستراتيجي للغرفه، هي استدامه الغرفه كمؤسسه عموميه. وهذا البادرة ماشي هي الأولى، وإنما كان هناك بادرة سابقة سبقت نفذتها الغرفة هي على مستوى الطاقات المتجددة، وكانت هذه المبادرة فعلا جات باش تخرج الوجود إلا لإعطاء المثل للمؤسسات العمومية الأخرى على اتباعها وإخراج الوجود هذا النمط الجديد في تدبير النفايات اللي هو الفرز من المنبع اللي هو قيمة مضافة المستوى تدوير النفايات. ولو أنها كتبقى مبادرة بسيطة ولكن فكرة مبدعة، والإبداع دائما كيبدأ صغير ولكن بقيمة مضافة في غاياته وأهدافه. كنتمنوا على نعموا هذه التجربة على جميع المؤسسات العمومية، وهذا مشروع اللي طرحناه كبرنامج عمل هذا السنة، وطرحناه على المؤسسات الشريكة اللي كتربطنا معهم علاقة شراكة باش نحاولوا نتمنوا هذا المشروع بتعميمه كذلك مع مشروع الطاقات المتجددة اللي عندنا لبلاك سولر فوق الأسطح. وشكرا.